إيد بلدية الجفرة يؤكد لليبيا بانوراما استهداف طائرة حربية مقر الكتيبة 19 بعد عودتها من سرت. الثلثي يكشف عن مشاورات سيجريها السراج الأيام المقبلة بشأن الأزمة الليبية في تونس، والأخير يدعو كافة الأطراف للجلوس إلى طاولة الحوار. مشاورات بين ليبيا وتونس لمحاولة إعادة فتح معبر راس الجدير وتجاوز الأزمة. نشرة الثالثة من قناة ليبيا بانوراما، أهلا بكم مشاهدينا. قال عميد بلدية الجفرة فؤاد رشيد إن القصف الذي طال المدينة لم تعرف هويته إلى حد الآن، وأشار في مداخلة سابقة على قناة ليبيا بانوراما إلى أن هذا القصف استهدف الكتيبة 19 التي كانت تجابه فلول التنظيم في مدينة سرت. وشدد رشيد على أن هذه الكتيبة لم تشارك في أي قتال مسلح في البلاد سوى الحرب الأخيرة في سرت، وأن لهذه الكتيبة دورا كبيرا في استقرار مدينة الجفرة حسب قوله. هذه اللحظة لم أتعرف على إن كان هناك ضحايا على عدد الضحايا لهذه اللحظة. والله هذه طائرات جاءت من الجو، احنا ليست لدينا رادارات أو إمكانيات بحيث نعرف أنها الطائرة من أين وصلت. الموقع الذي تم اليوم وهو موقع يخص كتيبة 19/9، وهي أحد الكتائب التي كانت حاضرة للتو من مدينة سرت، لم تشارك في أي قتال في ليبيا بين الليبيين، ولكن القتال الوحيد الذي شاركت فيه كبقية الليبيين الآخرين من الثوار ومن الأحرار الليبيين هي حرب الدواعش في مدينة سرت. هذا واستهدفت طائرات القوات الجوية التابعة لحفتر الاثنين مخازن للذخيرة وعددا من الآليات بمعسكر آليات الشرطة العسكرية سابقا بمدينة هون. وقال الناطق باسم القوات التابعة لحفتر أحمد المسماري عبر صفحته بفيسبوك إن القصف استهدف المعسكر التابع لسرايا الدفاع عن بنغازي بمنطقة الجفرة.
قال الناطق باسم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق السيد أشرف الثلثي في مداخلة هاتفية بنشرة سابقة الاثنين إن لقاء رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج مع المسؤولين الجزائريين ناقش العديد من القضايا السياسية والأمنية في ليبيا، مؤكدا أن هذه الزيارة تأتي في إطار التشاور بين البلدين للوصول إلى تسوية سياسية. نقشت العديد من القضايا الهامة التي تهم مسار المصالحة الوطنية في ليبيا، وكذلك بعض الملفات الأخرى ذات الطابع الأمني والاقتصادي. وفي نفس الوقت كان اللقاء لقاء هام جدا، حيث عند وصول السيد الرئيس في مطار الجزائر تمت مقابلته من طرف السيد رئيس الوزراء أو الوزير الأول عبد المالك فلان. وهذه الزيارة تدخل في إطار التشاور الدائم بين البلدين الشقيقين من أجل الوصول إلى تسوية سياسية للأزمة التي تمر بها بلادنا. وفي نفس الوقت تأتي أيضا في إطار تجديد مواقف الجزائر الثابتة التي تدعم الحل السياسي والحوار والمصالحة الوطنية. وكشف الثلثي أيضا عن مشاورات قريبة سيجريها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج الأيام المقبلة مع أطراف سياسية بتونس لبحث الأزمة الليبية، مبديا تفاؤله بأن تنعكس هذه المشاورات إيجابيا على حل القضية أو القضايا العالقة بين الأطراف الليبية. سيتم إصدار بيان قريبا نفصح فيه على بعض التفاصيل، ولكن الزيارة كانت جيدة، والآن سيأتي السيد الرئيس لاستكمال بعض المشاورات مع الأشقاء في تونس. ونحن متفائلين جدا من هذا التوقف القريب الذي سينعكس إيجابيا على الأزمة الليبية، ونأمل أن تصل كافة الأطراف إلى حل يرضي الجميع حتى نتقدم بمسار المصالحة الوطنية وكسر الجمود الذي انعكس على حياة المواطن بصفة سلبية. أعرب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج عن ثقته في حكمة الجزائر في إدارة الأزمة في ليبيا ومعالجة العراقيل التي يمر بها تطبيق الحل السياسي. وجدد السراج دعوته لكافة الأطراف للجلوس إلى طاولة الحوار ليتمكن الليبيون من حل الخلافات دون تدخل خارجي، موضحا أن هذا لن يتحقق إلا بفتح صفحة جديدة لبناء الوطن وتحقيق أمنه واستقراره. في إطار زيارات تشاورية مع الجزائر لحل بعض المختنقات اللي مر بها الاتفاق السياسي، ونحن واثقين في جهد وحكمة الجزائر في إدارة مثل هذه الظروف. بالفعل الجزائر استقبلت عدد من الأفراد خلال الفترة السابقة، نأمل أن من الجزائر دعوة أخرى سابقا كررتها، ندعو كل اللي للجلوس معنا على طاولة الحوار لنحل مشاكلنا بأنفسنا بعيد على أي تدخلات خارجية. لو في أي تدخل خارجي يكون تدخل إيجابي لمساعدتنا، وهذا لن يتأتى إلى أن احنا نتناسى أو نتخلى على هذه الخلافات الموجودة حاليا، ونحاول نبني صفحة جديدة لبناء واستقرار وأمن بلدنا. الجزائر دائما حاضرة دائما في الموعد، وهذا ليس بغريب عنها. قال مدير معبر راس جدير الحدودي محمد جرافة إنه لا يتوقع إعادة فتح المعبر خلال الأيام القادمة. وأضاف جرافة في مداخلة هاتفية مع قناة ليبيا بانوراما في نشرة سابقة أن المعبر مقفل من الجانب التونسي، والحل بين الدولتين الليبية والتونسية للتوصل لاتفاق ينهي الاعتصام. في الأيام القريبة ممكن لا يتوقع فتح المعبر إلا عند وجود حل ما بين الدولتين، ما بين الدولة الليبية والدولة التونسية، والجانب يقع في هذه المشكلة من الجانب التونسي. سوف يتم عقد اجتماع ما بين المجلس الأعلى للمصالحة الليبية بناء على طلب من أعيان ولاية مدنين وبن قردان وعضو المجلس النواب لإيجاد حل
لهذه المشكلة اللي هو كزايدة ما يقارب عن شهر ويزيد لقفل هذا المعبر من الجانب التونسي. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف أيوب الشرع، رئيس الهيئة المغاربية للسلم والمصالحة. سيد أيوب، مرحبا بك. تحية طيبة لكم وللسادة المشاهدين الكرام. نعم، لو تضعنا في تفاصيل هذا الإشكال مع الأخذ بالاعتبار أنه قائم منذ فترة ليست بالقليلة، ضعنا في تفاصيل هذه المشكلة في النقطة الحدودية. نعم، هو بطبيعة الحال فيما يتعلق بإشكالية المناطق الحدودية وخصوصا منفذ راس جدير، هذا الإشكال هو ليس حديث وإنما قديم، مفتعل العديد من الإشكاليات سواء ما يتعلق بحالة العبور الاقتصادية والتبادل التجاري بين الجنوب التونسي والجانب الليبي. للأسف الشديد الآن أكثر من شهر الحدود مقفلة، وهذا ناتج من الاعتصامات التي يقوم بها شباب وأهالي بن جردان، منطقة معتمدية بن جردان الحدودية. الهيئة المغاربية للسلم والمصالحة كهيئة مغاربية تحت مظلة اتحاد المغرب العربي شكلت لجنة الأسبوع الماضي، هي الآن في اجتماعات متواصلة مع الجانب التونسي في إيجاد حل يمكن من خلاله. كما يعلم الجميع أن الحكومة التونسية ليست لديها النية لفتح هذا فتح الحدود وتلبية مطالب المعتصمين. للأسف الشديد من قال هذا سيد أيوب؟ هل تواصلتم أنتم مع هذه الحكومة، الحكومة التونسية تحديدا؟ هو ليس في من يقول، هذه نقاط واضحة. الآن ثلاث سنوات منطقة الجنوب التونسي يعاني، أثر هذا الاعتصام وأثر قفل الطرقات وغيرها من الإشكاليات على حركة المسافرين الليبيين. نحن لدينا حالة التجاري اقتصاد الشاحنات الليبية وكذلك سيارات الإسعاف، والسكان المنطقة كما تعلم طريق غرب طرابلس مقفل، جل سكان المنطقة الغربية باديات الساحل الغربي التجوا إلى تونس عن طريق البر، وبالتالي الحكومة التونسية ليست لديها نية. نحن نقول هذا الكلام بكل صراحة وهذا ما لمسناه. الحكومة التونسية وخصوصا وزارة الخارجية لم تهتم بما يتعلق بقضايا الجنوب التونسي، ما يتعلق بجالياتها الموجودة في ليبيا تمثيلها. سيد أيوب، هل قمتم بالتواصل مع الجهات الحكومية والرسمية في تونس؟ ومن هذا المنطلق أنت يعني جزمت بأن الحكومة التونسية ليست مهتمة؟ نعم، نحن في اتصال مباشر مع لجنة خليط وزارة الشؤون الخارجية في العاصمة تونس، اتصالات أخرى تجري مع معتمدية بن جردان وأعضاء مجلس النواب عن دائرة ولاية مدنين في الجنوب التونسي. كما يعلم الجميع لو كان حتى هناك حلول ستكون حلول ملفقة ومسكنات لإنهاء هذا الاعتصام وهذه الإشكاليات، رغم أن خلاف المنفذ لا علاقة له بالجانب الليبي، هو خلاف يخص سكان وأهالي مدينة بن جردان. طيب سيد أيوب، لماذا لا تهتم يعني الحكومة التونسية، لماذا هي غير مهتمة بهذا الإشكال القائم، خصوصا وأن الجانب التونسي متضرر أيضا من إقفال الحدود؟ هذا سؤال يوجه لأم، أنا لا علاقة لي بالجانب، ولكنك تحدثت قبل قليل وأكدت بأن الحكومة غير مهتمة ولا تريد يعني حلول جذرية لهذا الإشكال، فتصورت بأن لديك معلومات بهذا الخصوص. نحن حتى الآن جل الاتصالات التي تجري والاجتماعات المنعقدة منذ أكثر من 13 يوم لا يوجد رد جيد من الجانب التونسي أو نية في حسم الإشكاليات التي تتعرض لها المنطقة الحدودية خصوصا مدن بن جردان وخط حتى ولاية تطاوين. لا توجد نية وردود الفعل حقيقة ليست في مجالها، وبالتالي هذا الأمر يتحمل مسؤوليته الجانب التونسي. نحن على المستوى الجانب الليبي هناك اتصالات تجري، أعتقد أن اليوم طيب. السيد رئيس حكومة الوفاق قد زار مدينة زوارة، ربما يكون ملف معبر راس جدير من ضمن الزيارة اللي أداها اليوم في مدينة زوارة ومنطقة الضيق. نعم. وحقيقة احنا نطمن الجميع، هناك اتصالات جماعة جمعية الصداقة الليبية التونسية وغرفة التجارة والصناعة المشتركة واللجنة الممثلة لهؤلاء الشباب المعتصمين، ربما نحاول قدر المستطاع. أخي تعلم أنت الوضع السياسي، يعني أنت مطلع سيد أيوب، حتى يكون الحديث يعني ليس لدينا وقت متاح كبير، أنت نعم. مطلع على هذه المشكلة من فترة سابقة، هل تستطيع أن تطلعنا على الأسباب الحقيقية بشكل واضح التي أدت إلى إغلاق المعبر واستمرار هذه الإشكالية كل هذه الفترة؟ ألو سيد أيوب، إذا كنت في الاستماع.
نستمع إليك. السؤال لو سمحت، ما سمعت السؤال. سألتك يعني أنت مطلع على هذه الإشكالية من فترة ماضية، لو تطلعنا بشكل واضح على الأسباب الحقيقية الفعلية التي أدت إلى إغلاق هذا المعبر. هو أعتقد أن في نظري هذا الملف، خاصة الملف الجنوب التونسي، هو حالة خاصة، يعتبر ملف يخص الجانب التونسي من ناحية التهميش، من ناحية عدم وجود التنمية في البلاد التونسية، العديد من الإشكاليات. نحن حقيقة حتى الجانب الليبي تضرر وأقحم بأنه يتعامل مع الجانب التونسي حسب الواقع الموجود فيه. كما تعلم هناك البطالة، هناك عدم وجود التنمية، عديد من الإشكاليات تعرضوا لها المناطق الجنوب التونسي. نعم. وهذا نظر للسياسة الموضوعة من طيب السؤال الأخير سيد أيوب، يعني هذه الهيئة التي ترأسها حضرتك، الهيئة المغاربية للسلم والمصالحة، لمن تتبع تحديدا؟ نعم، سؤال أعتقد الهيئة المغاربية للسلم والمصالحة التي ترأسها حضرتك، لمن تتبع؟ الهيئة إقليمية دولية لا تعنى بشؤون السلم والمصالحة، هي هيئة غير حكومية. نعم. تتبع إداريا الاتحاد المغرب العربي. شكرا لك سيد أيوب الشرع، رئيس الهيئة المغاربية للسلم والمصالحة، كنت معنا عبر الهاتف. وصل رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج الاثنين إلى مدينة زوارة في زيارة ميدانية رفقة وفد وزاري يتمثل في وزير الحكم المحلي ووزير المواصلات وآمر الحرس الرئاسي. تأتي هذه الزيارة في إطار الوقوف على الجانب الأمني للمدينة وزيارة منفذ راس جدير الحدودي مع تونس وللقاء مع القائمين على تأمينه. النشرة مشاهدين متواصلة معكم وفيها بعد الفاصل. المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي ينظم ورشة عمل حول الحماية الصحية في مجال مكافحة الهجرة غير القانونية في ليبيا. عمرو بن العاص ماذا قال؟ قال أصلحوا ذات بينكم فإنكم إن فعلتم ذلك لا تخافون ولو أطبق عليكم الأخشبة. أنا ندعي لهم بالهدايا وإن شاء الله ربي يلمهم. وناشدكم بالله أن نتصالحوا، أن نتسامحوا، أن ننهوا بليبيا. ليبيا بتضيع من بين إيدينا، أخوتي الليبيين ما يجبش تضيع ليبيا من بين إيدينا. مجددا أهلا بكم مشاهدينا. طالبت مديرية أمن طرابلس أصحاب الشاحنات بعدم المرور فوق الجسر الحديدي في طريق المطار تفاديا لانهياره، وأرجعت المديرية السبب إلى ما يعانيه الجسر من تهالك إذ لم تتم صيانته منذ فترة طويلة. أقيمت بالعاصمة طرابلس ورشة عمل حول البرنامج الوطني للحماية الصحية للعاملين في الأجهزة الأمنية في مجال مكافحة الهجرة غير القانونية برعاية المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي وبالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض السارية.
تتمثل أهداف الورشة في إبراز الآثار السلبية في الجانب الصحي وكيفية إعداد نظام صحي للحد من انتشار الأمراض. اليوم حاليا تكلمنا على برنامج حماية صحية شامل يشمل أفراد الأمن اللي يشتغلوا في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية ويشمل حتى المهاجرين في حد ذاتهم، لأن احنا جانب الإنساني عمرنا يعني ما نغض عليه طرف. حتكون مبادرة تطلق للحكومة يتم اعتمادها ويتم العمل عليها إن شاء الله، وهذا عمل طبعا ما هوش واقف، بالعكس إن شاء الله 2017 حاليا توا شغالين على الكتاب الإحصائي حول بيانات وإحصائيات الهجرة غير الشرعية في ليبيا، لأن أول حاجة درنا حصر لجميع المصادر للمعلومات اللي هي رئيسية. مصادر المعلومات هذه لأنني توا حالي مستحق كحكومة إننا نفهم وضع الهجرة من خلال مؤشرات ومن خلال طبعا. وللمزيد من التفاصيل مشاهدين حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف هاني الترهوني مدير مكتب السياسات السكانية. سيد هاني مرحبا بك، لماذا انطلق هذا البرنامج وما هي المعطيات على الأرض التي جعلتكم ربما تقترحون فكرة مماثلة كهذه؟ أولا السلام عليكم. وعليكم السلام للأخ والمستمعين، بارك الله فيكم على الاستضافة على الهواء، وشكرا لحضركم اليوم في تغطية فعالية الورشة. نعم، لو ترفع صوتك قليلا سيد هاني ليتمكن من سماعك بوضوح. حاضر حاضر تمام. تمام، هي فعالية ورشة اليوم كانت وليدة بعض المؤشرات الإحصائية اللي تم تطبيقها الفترة اللي فاتت. طبعا هي اجتمعت الجهات الأمنية التابعة. ما هي هذه المؤشرات سيد هاني؟ تحدثت بأن البرنامج جاء نتيجة المؤشرات لها علاقة بالأمراض. أول حاجة عندنا نوعية الأمراض اللي منتشرة عند المهاجرين غير الشرعيين حتى حسب الجنسيات، الأمراض هذه حتى حسب طرق انتقالها، حتى حسب التصنيفات متاعها، سواء كانت أمراض خطيرة أمراض معدية طبعا مزمنة وغيرها. عملية التواصل الموجود ما بين أفراد الأمن في خلال عملية الإنقاذ أو عملية الانتشال في البحر، لعملية اللي هو الترحيل عند الشاطئ، لعملية الترحيل لمراكز الإيواء، هذه كلها فترة زمنية فيها تواصل مباشر ما بين أفراد الأمن وما بين المهاجرين غير الشرعيين في حد ذاتهم. اكتشفنا أن في مؤشرات خطيرة، نتكلم على أمراض زي الوباء الكبدي، زي الجدري، زي الجدام، زي طبعا هذه جنس قمل الرأس وغيرها. اولا افراد الامن ما لقيناش ان في برنامج رعايه صحيه لهم، مثلا تطعيمات، كشوفات صحيه. هل رصدتم اصابات يعني من ضمن العناصر الامنيه الليبيه؟ والله لاحقا حيتم البحث بشكل معمق، يعني حنشوفوا توا نوعيه الاصابات، لان احنا ما نحكوش على افراد الامن في حد ذاتهم، افراد الامن عندهم عائلات وعندهم اسر وعندهم طبعا مجتمع مجاور طبعا عايشين فيه. الامراض هذه حتنتقل يعني لافراد المجتمع يعني كعملية طبعا طبيعية في عملية انتقال اللي هي الأمراض. احنا ما نسيناش حتى جانب الإنساني كمهاجرين في حد ذاتهم، لأن هادو ناس واجهوا بعض المشاكل الاجتماعية اقتصادية وغيرها خلتهم منهم يديروا عملية هجرة. خاطبنا حتى المنظمات الدولية، أنتوا لما ديروا في برنامج العودة الطوعية المهاجر يرجع لأهله لو في الموطن الأصلي. نعم. فبنديروا حتى عملية حماية اللي هو وللأسرة متاعه. موضوع انتشار الجثث متاع المهاجرين على طول الساحل الليبي، والمشكلة لقينا أن الجثث هذه أرقام كبيرة، يعني ما هيش بسيط، احنا ما نحكوش على 10 ولا 20، نحكو احنا على أكثر من 150 وطبعا 200. الجثث هذه لما تنتشر في بعض البلديات اللي هي الساحلية، مناطق طبعا هذه كلها تعتبر يعني مكتظة بالسكان. طيب. الخوف من عملية انتشار الأمراض حتى عن طريق اللي هي الحيوانات، يعني أكرمكم الله. نعم. نعم، شكرا لك سيد هاني، كنت معنا عبر الهاتف بخصوص موضوع البرنامج الوطني للحماية الصحية للعاملين في الأجهزة الأمنية، شكرا جزيلا لك. إذا مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا، ونذكركم الآن بأبرز عناوينها. عميد بلدية الجفرة يؤكد لليبيا بانوراما استهداف طائرة حربية مقر الكتيبة 19 بعد عودتها من سرت. الثلثي يكشف عن مشاورات سيجريها السراج الأيام المقبلة بشأن الأزمة الليبية في تونس، والأخير يدعو كافة الأطراف للجلوس إلى طاولة الحوار. مشاورات بين ليبيا وتونس لمحاولة إعادة فتح معبر راس جدير وتجاوز الأزمة.
إذن مشاهدينا الآن نتابع هذه اللقطات الحصرية لأثار الآثار التي خلفها القصف الذي حدث في مدينة الجفرة.